تعالى يا بابا اقف هنا. حاضر. بقى انت بتضحك عليا يا اخي وبتقول ان انت كنت بتسمع كلام جدي بالساعه دي، رجعت عبر الزمن وعرفت كل حاجه، عشان كده هنتقم منك وخليك تنط في البحيره. بابا تحت امرك. نط في البحيره. حاضر. استنى تحت امرك. مش مهم المره دي، روح اقعد في البيت وافضل نايم وما تصحاش خالص الا لما انا اقول لك. ماشي. حاضر. يلا روح. الله، انت سعدي زمنية وحلوة جدا، انا هتحكم في كل الناس وكريم والصياد. تعالوا لي. انا ايه اللي حصل لي ده انا عندي كسل. ايه ده؟ ما يكون شربت حاجة. ايه ده كريم؟ يا لهوي، الواد ده مش كنت بتحكم فيه؟ كنت سايبه في البيت. نسيت ان الساعة دي مش بعد 3 ساعات التعويذة بتتفك. بس تعالى لي يا كريم اتحكم فيك تاني. كريم خلاص، انت كنت فين؟ مارك. شكرا يا ساعتي. بص يا كريم، فاكر لما دخلت عليك انت والصياد وكنتوا جايبين في سيرتي، كنتوا بتقولوا عليا ايه بقى؟ مش فاكر. مش فاكر؟ طب كان يوم ايه والساعه كام ده يا كريم؟ كان يوم 9/9 الساعة 9. يوم 9/9 الساعة 9. اما ارجع بالزمن على يوم 9/9 الساعة 9، اظبط الساعة كده. يلا. ايه ده؟ الحمد لله. ايه ده؟ هما بيتكلموا عليا اهو. انت عارف يا كريم، ده الواد القناص ده اخوك، بس انا مش بطيئه خالص. انا والله بطيئه اكتر منك، انا مش عارف اخويا ازاي اصلا. انت عارف انا نفسي اعمل فيه ايه؟ ايه؟ انا نفسي اقلعه البنطلون والناس كلها تشوفه في نص الشارع. وانا كمان. كنتوا عايزين تقلعون البنطلون، يا ريتني ما رجعت عبر الزمن. ماشي يا كريم، انا هرجع لك دلوقتي بقى تاني للمستقبل وهتشوف هعمل فيك ايه بقى. انا كنتوا عايزين تقلعون البنطلون انت والصياد. ماشي، يلا ارجع يا زمن. رجعت لك يا كريم. بقى كنتوا عايزين تقلعون البنطلون انت والصياد. ماشي كريم، الصياد فين دلوقتي؟ الصياد كنت شايفه في ارض العجائب من شويه. ارض العجائب. ماشي، بص بقى يا كريم، روح اقعد في البيت واقلع البنطلون عشان حاجه اصورك وافضحك. يلا. ماشي يا صياد، انا جاي لك اهو اقلعك البنطلون. القناص معاه ساعة سحرية وكان متحكم فينا. اترى انا كنت مش على بعض من يومين. ده انا لازم اخد منه الساعة السحرية ده. وقال عايز يقلعني البنطلون. ده انا هقلعه البنطلون وافضحه في نص الشارع قدام الناس كمان. يا ترى الصياد فين؟ ايه ده، انا وصلت ارض العجائب والصياد مش هنا. كريم بيضحك عليا يعني ولا ايه؟ اما اشوفه هناك كده. مستنيني في ارض العجائب. ماشي، اما نشوف مين اللي هيقلع بقى البنطلون. مين؟ فين الواد ده؟ راح فين؟ سيب سيب بتاعي الساعة السحرية. لا لا لا، انت تضحك عليا الساعة السحرية. بقى كنت عايز تقلعني البنطلون. سيب. امرني. امرك. واخيرا يا صياد قفشتك واتحكمت فيك. بارجع عبر الزمن الاقيك عايزني تقلعني البنطلون. ماشي يا صياد. صياد تحت امرك. انت ليه كنت عايز تقلعني البنطلون؟ علشان مش بحبك وعايز افضحك. انت قلبك اسود من جوه وهخلي الناس كلها تتفرج عليك. افضحني مره واحده، هنشوف مين هيفضح مين دلوقتي يا صياد، ومين متحكم في مين. صياد تحت امرك. اقلع البنطلون علشان نشوف كل حاجه. حاضر.